الفرقة الأولى كلية تمريض. أنا دكتورة ماجدة اللي بدرسكم مادة علم الاجتماع. أهلا بيكم في أول محاضرات التعليم عن بعد. طبعا أنتوا عارفين المحاضرات هتستمر بالطريقة اللي هي الإلكترونية عشان الظروف اللي احنا بنمر بيها، وإن شاء الله تعدي بإذن الله على خير. هنتكلم النهاردة عن موضوع الصحة والمرض والطبقة الاجتماعية. الموضوع ده بيتكون من 4 محاور أساسية: المحور الأولاني الطبقة الاجتماعية والمرض، المحور الثاني الأمراض المزمنة كمشكلة اجتماعية، المحور الثالث تقدم المجتمع وانعكاسه على التغير في أنماط المرض، المحور الرابع منظور الاجتماعي لحدوث المرض. هتكلم عن المحور الأولاني اللي هو الطبقة الاجتماعية والمرض. عبارة عن في أمراض بتصيب دايما الطبقات العليا وأمراض بتصيب الطبقات الدنيا، وهنعرف دايما ليه هي الأمراض بتصيب الطبقات العليا لطبيعة الحياة بتاعتهم، وأمراض بتصيب الطبقات الدنيا برضو لطبيعة الحياة بتاعتهم. فنقدر نقول إن الصحة والمرض انعكاس للأوضاع الطبقية في المجتمع، ففي أمراض لصيقة بالطبقات الدنيا وأخرى وثيقة جدا بالطبقات العليا. أمراض معينة بتصيب العليا من أمراض دي مثلا الشريان التاجي. ليه الشريان التاجي وأمراض القلب بصفة عامة؟ لأن طبيعة الحياة والأعمال اللي بيمتهنها الطبقات العليا دايما بتبقى الجلوس فترات طويلة على المكاتب ودون بذل أي مجهود، فبتتراكم كميات من الدهون على شرايين القلب لأن المجهود المبذول ضئيل جدا. ارتباط أعمالهم دايما بالجلوس فترات طويلة، تناول كميات كبيرة من الدهون الحيوانية دون حرق هذه الكميات من الدهون. أيضا من أهم الأمراض اللي بتصيب الطبقات العليا لطبيعة أعمالهم الذهنية، منها جلطات المخ ونزيف المخ، أيضا لارتفاع ضغط الدم نتيجة المسؤوليات الملقاة واشتغالهم دائما بالأعمال الذهنية المرهقة اللي هي عادة لا تصيب الطبقات الدنيا أو تكون قليلة منها في الطبقات الدنيا. ممكن برضو مرض النقرس من أهم الأمراض اللي هي بتصيب الطبقات العليا لاستهلاك كميات كبيرة من اللحوم اللي هي أو البروتين الحيواني، بعكس الطبقات الدنيا اللي هي لا تصاب غالبا بهذا المرض. دي بعض أمثلة على أمراض الطبقات العليا، ونقدر ندي بعض أمثلة أخرى على أمراض الطبقات الدنيا، من أهمها مرض الدرن أو السل اللي هو عادة ارتبط بدرجة شديدة بطبقات الدنيا، لأن مستويات المعيشة بتاعتهم بتكون متدنية جدا، بتكون دايما بيعيشوا في أماكن مزدحمة وغير جيدة التهوية، وده وعدم وجود تغذية جيدة وكافية. أيضا من أمراض طبقات الدنيا بنلاقي الأنيميا، نظرا لسوء التغذية المرتبطة بالطبقة دي. من أمراضهم برضو الطفيليات، لأماكن اللي هي غير جيدة اللي بيعيشوا فيها اللي هي بتبقى سيئة وعدم وجود نظافة بها. من أمراض طبقات الدنيا أيضا نقدر نقول إنها تكثر الحوادث والأمراض العقلية والاضطرابات العقلية، بتنتشر أكثر بين الطبقات الدنيا. الأمراض العقلية والاضطرابات النفسية بتنتشر بين الطبقات الدنيا أكثر من الطبقات العليا، وده سؤال لازم نطرحه وإحنا بنتناول هذا الموضوع، لأن الاضطرابات النفسية والمرض العقلي بصفة عامة غير معترف به في الطبقة الدنيا. لما بتظهر بعض أعراض الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية على شخص في طبقة الدنيا، فإنهم بيعتبروه وصمة
لا يذهب إلى الطبيب غير معترفين إن هناك فيه مرض نفسي أو عقلي، فهذه الأعراض عادة ما بتزيد وتتحول لأمراض عقلية بعكس الطبقات العليا، اللي هي عندما يصاب الشخص ببعض أعراض بسيطة لأي اضطراب نفسي أو مرض نفسي فإنه يذهب إلى الطبيب النفسي، ولهذا السبب لا تتفاقم والأمراض النفسية والاضطرابات العقلية في الطبقات العليا، لأنهم سريعا ما يلجأوا إلى الأطباء النفسيين عند شعورهم ببعض الاضطرابات البسيطة. دي كانت أمثلة على الأمراض المرتبطة بالطبقة الدنيا والأمراض المرتبطة بالطبقة العليا. هنتناول بعد كده المحور الثاني اللي هو الأمراض المزمنة كمشكلة اجتماعية. إزاي الأمراض المزمنة بتمثلي مشكلة على المجتمع؟ الأمراض المزمنة بتصيب عادة الأشخاص أو بتؤثر على النواحي الاجتماعية والاقتصادية عادة، لأنها بتصيب الأشخاص متوسط العمر وكبار السن، هم الأفراد اللي هم بيكونوا اكتسبوا خبرة كبيرة في مجال مهنهم وتولوا المناصب القيادية، بالتالي الاستغناء عنهم بعدم القدرة على العمل عندما يصابوا بهذه الأمراض المزمنة اللي أنا بقول عليها بيمثل خسارة كبيرة قوي على المجتمع، لأن الأفراد دول بيكونوا في بداية فترة عطائهم للمجتمع، وبتكون الأمراض المزمنة اللي بيصابوا بيها زي الأزمات القلبية والذبحات الصدرية بتحد عادة من نشاطهم، لدرجة إن عطائهم دايما بيقل في الفترة اللي كان المجتمع متوقع منهم أن يصل عطائهم إلى ذروته. ويمكن أن يصبح هذا الفرد أيضا أو هؤلاء الأشخاص عادة عبء على الأسرة وعلى المجتمع بصفة عامة، لأنه بيتطلب مزيد من العبء الاقتصادي وبيمثل عبء اقتصادي على المجتمع بصفة عامة. المحور الثالث اللي هتكلم عليه تقدم سلاح ذو شقين. التقدم عندي السلاح الإيجابي بتاعه أو النقطة الإيجابية بتاعته إنه قضى على أمراض كتيرة عن طريق التقدم الطبي الشديد، اللي هو تقدم الأمصال واللقاحات، إنها قضت لي على أمراض كتيرة زي الأمصال واللقاحات اللي عملناها لأمراض قضينا عليها زي شلل الأطفال والحصبة وأمراض كتيرة قضينا عليها نتيجة التقدم الطبي اللي توصلنا إليه. بجانب كده هناك أمراض أخرى ظهرت نتيجة تقدم في المجتمع واستخدام الإشاعات، منها الأورام تزايدت نسبتها في المجتمع المصري بصورة كبيرة جدا نتيجة استخدام الإشاعات الكبير في الأجهزة الحديثة، وأيضا استخدام المبيدات المسرطنة في الكثير من الزراعات واستخدام الهرمونات في مزارع الدواجن، ده أدى إلى تزايد نسبة مرضى الأورام. أيضا من ضمن الأسباب اللي ارتبطت بالتقدم تلوث مياه النيل عن طريق الملوثات الصناعية اللي هي بتبقى مخلفات المصانع والصرف الصحي بتاع المصانع اللي بيرمي في مية النيل، بتترسب هذه المخلفات في مياه النيل وبينتج عنها أورام سرطانية في الكبد والكلى نتيجة هذه الترسيبات، لأن محطات تنقية المياه غير مجهزة، التقنية بتاعتها ما بتكونش مجهزة إنها تعزل هذه المواد المعدنية الثقيلة زي الرصاص والسيانيد والزئبق اللي هي بتتراكم في الكبد والكلى وتسبب أورام سرطانية. أيضا مخلفات غير بيبقى في صرف
زراعي برضو بيلوث مياه النيل، وده زود مشكلة الأورام وده زيادت نسبتها. وهتلاقوا في الكتاب في جداول بتبين أو بتوضح إيه الأمراض بالنسب المئوية اللي قضينا عليها وابتدت إنها تقل، زي الأمراض المعدية، والأمراض اللي ابتدت نسبتها تزيد زي سرطان الكبد وأمراض الجهاز الدوري والأورام السرطانية. دي موضحة في الجدول الموجود في الكتاب. المحور اللي بعد كده اللي هو الأخير هيبقى المنظور الاجتماعي لحدوث المرض. المنظور الاجتماعي لحدوث المرض اللي هو ايه العامل الاجتماعي او المتغير الاجتماعي اللي هو بيسبب المرض. زي ما قلنا في علاقة كبيرة بين المتغيرات الاجتماعية وامراض كتيرة، فاحنا في المنظور ده بنبص ان ايه المتغير الاجتماعي اللي هو بيسبب الامراض. لازم نعرف ان الوسيط المباشر اللي هو بيؤذي الأنسجة ويؤدي إلى المرض عشان نعرف إزاي نمنع حدوثه، لأن هي سلسلة من الأحداث بتؤدي إلى حدوث المرض. الأهم هو فهم هذه السلسلة التي تؤدي إلى حدوث هذا المرض لمعرفة أسباب الأمراض، اللي هو بيبقى تعاون بين تخصص في علم الاجتماع وتخصص الطب. ولازم نقدر نقضي على سلسلة الأحداث دي عشان نقدر نمنع المرض بصفة عامة. لازم نعرف لماذا تصاب مجموعة معينة بالمرض أكثر من غيرها في ضوء الأصول العرقية للسكان أو الديانة أو المهنة. يعني ممكن يكون المتغير الاجتماعي مهنة معينة هي اللي سببت أمراض أو المرض المعين، ده متغير اجتماعي. ممكن أصحاب مهنة معينة نتيجة اشتغالهم بهذه المهنة يصابوا بأمراض معينة، زي عمال النظافة تعرضهم للأتربة بصفة مستمرة دايما بيصابوا بأمراض صدرية وأمراض رئوية. ممكن مكان الإقامة نتيجة إقامتهم في أماكن، زي اللي بيقيموا في أماكن بجوار مكامير الفحم مثلا اللي بيخرج منها بخارة الكربون، بيتعرضوا للإصابة بأورام سرطانية لأن الفحم مادة مسرطنة. ممكن أيضا اللي بيقيموا بجوار مصانع الأسمنت نتيجة تصاعد الأبخرة بصفة مستمرة ممكن يصابوا بتحجر الرئوي نتيجة إقامتهم في هذا المكان. ممكن شبكات الضغط العالي اللي بيقيموا في مكان فيه شبكات ضغط عالي أو شبكات المحمول يصابوا أيضا ببعض الأورام. فالمتغير الاجتماعي ممكن يكون مهنة، مكان إقامة، ممكن يكون نوع ذكوره تصاب بأمراض معينة والإناث بتصاب بأمراض أقل منها، ممكن يكون طبقة اجتماعية معينة. فالمنظور الاجتماعي المقصود به هو المتغير الاجتماعي اللي بيبقى مسؤول عن المرض، واللي لازم نعرفه عشان نقدر نقطع سلسلة الأحداث المسببة لهذا المرض، ونعرف إزاي هو بيسبب المرض ونقدر نقضي عليه. ده كان الموضوع الثاني في الكتاب اللي هو الطبقة الصحة أو الطبقة الاجتماعية والصحة والمرض. ده إن شاء الله كنا خدنا قبل كده موضوع اللي هو فروع علم الاجتماع، كان الموضوع الأولاني، وده الموضوع الثاني الصحة والمرض والطبقة الاجتماعية. وإن شاء الله في المحاضرة اللي جاية هيكون هناخد موضوع الثالث وهنتكلم عليه في بإذن الله. إن شاء الله نتقابل على خير بإذن الله. سلام عليكم.